مستغلو الأزمة الخانقة والغلاء الفاحش في لبنان كثر. تجار مجهولو الهوية ابتدعوا لأنفسهم ماركات وهمية، بدأوا يغرقون الأسواق بجالونات تحتوي على سوائل تنظيف مغشوشة ملونة بألوان قوس قزح. سبوتشوت جالف الأسواق ليتقصى عن هذه الجالونات، وهنا المصيبة. تصوير مخيف. جيبوا هذا الجالون. كفف هذا يعني. يقلبوه على ثلاثة ويبقوكي. كل شيء سميك بس على مكياس الطعم. أنا عم بيع 17. اذبح حالك. أغلب هذه العبوات من دون اسم تجاري، ولا تحمل حتى رقم هاتف للمراجعة، والأهم من ذلك أن ما في داخلها مجهول المصدر والمكونات. هيدا الشيء بيخلينا نقلق شوي، لأنه في كتير قصص ممكن تكون موجودة بقلب هالمنظفات وهي مأزية للناس. هالملونات اللي عم نشوفها، هالرينبو الموجود بقلب السوق، هل فيهم بقلبهم توكسيك ميتالز، هيفي ميتالز مثل الكوبالت، ليد، انتونومي، يلي هي مواد كتير خطره ممكن تكون موجوده، خصوصا انه نحن اللي عم يحتك بقلب هالمنظفات هن كبار وصغار، وخصوصا بهالايام اللي هو موجود الكوفيد 19. هل هالصابون عن جد هو عن جد بيقدر يشيل الكوفيد 19، ولا هو بس مثل كانه عم نحط مي؟ هذا الجالون بيعمل، كل جالون بيعمل 3 جالون، هذا 5 لتر، قسمهم على 3. المواد الأولية لتصنيع الصابون شيء منه كتير صعب إنك تحصل عليه، فمنشان هيك في عشوائية بتصنيع الصابون، خصوصاً إنه أنت ما عم تعرف شو في بقلبه. نضع هذه المشاهد برسم المعنيين بصحة اللبنانيين وما تبقى داخل جيوب الفقراء، لمن أراد من المسؤولين أن يتحرك.